طيب خلينا نروح مع حضراتكم للطالبة أمينة إمام اللي فازت بجائزة مسابقة أنا مواطن متوسطي بمارسيليا لأفضل فيديو. الفيديو تم تصويره باستخدام كاميرا التليفون وكان بيستهدف مناقشة قضايا الشباب في دول البحر المتوسط، ودي المرة الثالثة بالمناسبة اللي بيفوز فيها ممثل لمصر في هذه المسابقة. معنا دلوقتي عبر زوم الطالبة أمينة إمام الفائزة بجائزة مسابقة أنا مواطن متوسطي عشان نتعرف منها على كل التفاصيل. صباح الخير عليكي وألف ألف مبروك. صباح الخير، أنا مبسوطة جدا معاكم البرنامج النهاردة. احنا مبسوطين اكتر بيكي، بس خلينا بقى في البدايه كده نعرف منك قبل ما نتعرف على طبيعه المسابقه ونتكلم عنها بالتفصيل، ايه اللي انت صورتيه بكاميرا الموبايل وقدر ان هو يفوز بالجائزه دي؟ هو أنا صورت فيديو كان بيناقش قضية منتشرة في مجتمعنا، وهي تحكم الأهل في قرارات ولادهم. فمثلا أنا وأنا بصور صورت واحدة كانت عايزة تبقى، يعني هي أهلها بيجبروها تكون طالبة طب، وهي عايزة تدخل فنون جميلة أو تبقى فنانة مثلا. وبس يعني وكان في عبرة من الفيديو في الآخر إنه الواحد المفروض يختار دايما الحاجات اللي هو عايزها، حتى لو هو بيحب الناس اللي حواليه، وإنه مهما الواحد يعني لازم لما الواحد بيتبع شغفه دايما بينجح. طيب أمينة، خليني يعني الأول أصبح عليكي وأسألك، أنت عندك كام سنة علشان يعني تكوني مهمومة بقضايا المجتمع كده؟ أنا عندي 17 سنة. ما شاء الله. الفيديو اللي أنت صورتيه ده اشتغلتي عليه قد إيه؟ هو أخد مني كذا يوم لأن أنا قسمت الشغل، ففي يوم مثلا دورت على فكرة، يوم تاني قررت هصور ايه بالظبط وهقول ايه بالظبط، واليوم التالت بقى اشتغلت اليوم كامل صورت، وبعدين عملت الفويس اوفر وعملت الاديت وبس، وبعدين نشرته طبعا. طيب أمينة، عرفينا بقى يعني انت عرفتي ازاي عن المسابقة دي، اخترتي الموضوع ازاي، ايه كانت المعايير او الشروط اللي كانت لازم تكون متوفرة في الفيديو عشان تقدري تشتركي، كلمية يعني عن مشاركتك في المسابقة. هو أنا من مدرسة جيرار، فإحنا عندنا دايما المدرسة بتكون مهتمة إن هي تورينا الحاجات اللي إحنا ممكن نشترك فيها والمسابقات وكده. فإحنا رحنا كذا يوم، اليوم للنقد في مكتبة اسكندرية، وبعدها المدرسة عرضت علينا المسابقة مع الكاف اللي هو مركز الأنشطة الفرنكوفونية في مكتبة اسكندرية، وقلت بقى أشترك فيها، خاصة إنه يعني عجبتني المسابقة علشان هي المفروض تكون عن حاجة بتضايقني أو حاجة في المجتمع أنا شايفة إن هي المفروض تتغير. وجدت الفكرة، الفكرة كانت مستوحاة من نماذج حواليا وأنا زودتها شوية علشان أوصلها. يعني احنا بنتكلم طفلة 17 سنة، على حسب يعني علمي تقريبا كده انت في مرحلة الثانوي كمراحل تعليمية تحديدا، صحيح؟ بالضبط، ثانية ثانوي. ثانية ثانوي، بسم الله ما شاء الله. ايه طموحك وعاوزة تدخلي كلية ايه تحديدا، وايه اللي خلاكي تحترفي فكرة الفيديو اديتنج؟ مبدئيا طموحي انا لسه مش مكررة، محتارة ما بين كذا حاجة، بس فكرت في طب وفكرت ان انا ابقى فنانة عشان بعرف ارسم وكده. وبالنسبة لتصوير الفيديو انا من زمان يعني لحظة ساعات لحظة بحب بس يا اصور أمينة، يعني حاجات انت بتتكلمي في طب وبتتكلمي ان انت تدخلي فنون تطبيقية او بالظبط. فنون جميلة، يعني كليتين النقيض تماما. دي هنا بتتكلمي في شق علمي بحت ويعني طبي بحت، وهنا بتتكلمي على هواية موجودة عندك بالفعل، فانت ميولك لأي واحدة فيهم اكتر؟ وهل ممكن يعني تدرسي الاثنين مع بعض؟ وانا فكرت في كده، ممكن الطب يكون هو الرئيسي مثلا، والفن او كده يكون حاجة جنب الشغل مثلا، طب لسه ما أمينة، نعرفش. يعني كل التوفيق في الحالتين، كان طب او فنون تطبيقية او جميلة، او يعني لو قررتي تدرسي الاثنين مع بعض، بس قولي لي مين اكتر حد ساعدك عشان تقدري تصوري الفيديو ده؟ لما قلتي كمان لاسرتك انا قررت ان انا اشترك في المسابقه دي، واكيد ده هياخد وقت برضو من مذاكرتك، كان ايه رد فعلهم؟ هو مبدئيا تصوير الفيديو انا صورته لوحدي خالص، بجد يعني. وبعدين قلت لاهلي واتفرجنا على الفيديو كده، هم بصراحه شجعوني جدا، وعجبهم جدا الفيديو، ما كانش مصدقين ان انا عملته لوحدي. وبس طبعا فرحوا جدا لما لقوني كسبت يعني. طب انت بقى، انت واجهتي المشكله اللي انت اتكلمتي عنها في الفيديو؟
لا وانا الحقيقه ما واجهتهاش، يعني انا اهلي دايما بيشجعوني، بس انا لاحظتها في اللي حواليا وهي كانت مضايقاني، حتى لو هي مش مشكلتي انا في الاصل، بس هي كانت مضايقاني. ومين أكتر حد من أهلك كان داعم ليكي يا أمينة؟ والله هو مامتي وبابايا يعني واخويا كلهم بيدعموني دايما، يعني نوعية الدعم كانوا بيدعموكي إزاي؟ ان هما بيشجعوني ويعني بيقولوا لي اشترك في النشاطات وانه دايما هنجح وانه الحاجة اللي بعملها بتكون كويسة وكده. هل هتتوقفي يا أمينة عند فكرة المسابقة دي والمشاركة فيها، ولا عندك طموحات اللي انت تحققي يعني جوائز من مسابقات تانية وزي ايه؟ لا أكيد لو لقيت مسابقة تانية ممكن أشترك فيها جدا، وفي موضوع تصوير الفيديوهات أنا فكرت أبقى أصور فيديوهات مثلا وأشترك فيها مسابقات، يعني حاجات وثائقية بقى. ممكن. طيب احنا طبعا بنشكرك جزيل الشكر طالبة أمينة إمام الفائزة بجائزة مسابقة أنا مواطن متوسطي بمارسيليا.